أهلا بكم في الموجز الرياضي. شهدت مباراة الاتفاق والفتح ضمن منافسات الأسبوع 18 من دوري جميل إثارة كبيرة وتسجيل 4 أهداف، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، حيث سجل الفتح هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. تنظيم الدفاعي وإن كان طريقة الإسباني هجومية أكثر، والكرة تلعب جول 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 يمين، والانطلاقة من جمعان، يحاول جمعان يلعب الكرة تلعب جول 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 لليتي، المحاولة الاتفاق كاليخون جولاسو جول أوكرا أوكرا يلعب الكرة إلى الأمام، محاولة ناثان جونيور جول 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 جول. يتكلم كرة القدم، لا يوجد فيها مستحيل أبدا. سجل وفي اللقاء الآخر تجاوز الاتحاد مضيف التعاون بصعوبة وتغلب عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على مدينة الملك عبدالله في بريدة، وسجل أهداف الاتحاد الكويتي فهد الأنصاري وتشيلي فيلانوفا، فيما جاء هدف التعاون الوحيد عبر لاعب الوسط سعيد الدوسري. وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز السابع. هذا وتختتم مساء غد الأحد مباريات الجولة بإقامة لقاء وحيد، حين يستضيف الرائد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتساوى الفريقان في النقاط، وهو ما سيعطي المباراة مزيدا من الندية والإثارة، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الفتح، فيما يسعى الباطن لمواصلة صحوته بعد الفوز في الجولة الماضية على الاتفاق. تسعى إدارة نادي النصر بشكل جاد لحسم أمر تجديد عقد المهاجم حسن الراهب، خصوصا في ظل العروض الجادة التي وصلت للاعب، وأبدى الراهب رغبته في البقاء مع الفريق، وطالب الإدارة النصروية بحسم ملف تجديد عقده بشكل أسرع. وبين اللاعب أن الكرة الآن في ملعب الإدارة، وكشفت أنباء إعلامية عن تلقي الراهب عروضا من أندية الهلال والقادسية والاتحاد لضمه خلال الفترة المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة، ويفاضل اللاعب في الوقت الحالي بين العروض وعرض فريقه الحالي النصر بتجديد عقده. أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب خط وسط فريق النصر شايع شرحيلي عن وجود تمزق بأربطة مفصل القدم العلوية وحاجته للراحة والعلاج لثلاثة أسابيع. وتعرض شرحيلي للإصابة نتيجة احتكاك مع أحد لاعبي فريق الوحدة في مباراة الفريقين أمس، واضطر على إثرها لمغادرة الملعب، ولم تتضح الصورة بعد حول مقدرته على المشاركة في لقاء الفريق أمام الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري. وسيجري اللاعب الفحوصات والأشعة اللازمة للتعرف على مدى حاجته للراحة والعلاج. استدعى مدرب الأهلي السويسري كريستيان غروس المحترف اليوناني فيتفاي لمقر معسكر الفريق في المنطقة الشرقية، وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به. ويستعد فريق الأهلي لملاقاة القادسية مجددا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بعد غد الاثنين ضمن دور السادس عشر لمسابقة كأس الملك. في المقابل أظهر المحترف المصري محمد عبد الشافي تجاوبا ملموسا استعدادا لعودته للمشاركة في صفوف الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، ويسعى الجهاز الطبي والفني إلى تجهيز اللاعب قبل لقاء النصر دوريا. اقترب الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ من تولي رئاسة دائرة التحكيم خلفا لمواطني هاوارد ويب الذي تقدم باستقالته الأسبوع الماضي. ويأتي ترشيح الحكم نظير الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بعد أن أدار العديد من المباريات النهائية والقوية خلال مسيرته التحكيمية. ويحرص مسؤول اتحاد القدم على التعاقد مع كلاتنبرغ للعمل بجانب الرئيس الحالي للجنة مرعي العواجي.